فرقة الزقاق تعود بعرض مسرحي جديد هو الذي رأى، عرض ستستند فيه الفرقة إلى ملحمة جلجامش لتعالج إشكالية قيمة الموت المفقود في مجتمعاتنا وإشكال السعي إلى الخلود. هيدا الشيء خلينا نفكر بأنه نعمل عرض عن الخلود والموت، ومن هون بلشنا نشتغل على ملحمة جلجامش. العرض كمان مبني على غير نصوص لهاورد باركر لأنطونا أرتو. الممثلين على خشبة المسرح عم بيحاولوا يعيدوا اعتبار لقيمة الحياة، قيمة الموت أساساً، قيمة الجسد، قيمة الجثة. مسرح فرقة الزقاق غير التقليدي سيقدم عملا جماعيا أمام تحدي الحديث عن الموت بثقله الفلسفي وفي الوقت نفسه كواقع حياتي يومي. نشتغل كتابة جماعية ونشتغل دراماتورجيا على الخشبة، يعني مع الممثلين ومع الإخراج بنفس الوقت. فهيدا الشيء بنخلقه دغري على المسرح، يلي بيخلي إنه النصوص ما بتطلع تقيلة مثل إذا عم تقعد تشتغل فيها أنت على المكتب. يعني العمل الذي سيزداد تميزا بسينوغرافيا تكمله عبر الحياكة سيعرض في مسرح مونو من 5 إلى 8 كانون الثاني. عم نحيك على هيدا الباك جراوند، القصة يلي عم تتخبر على المسرح، وهيدا الشيء له علاقة بزمن الحياكة يلي هو زمن الحداد، الوقت اللي الإنسان عايزه يستوعب الموت بوقت ما بقى عندك وقت تستوعب الموت، انه الانفورميشن تبعها بتجي كتير بسرعة. في وقت يتحول الموت فعلا يوميا فتتكدس الجثث، فرقة الزقاق وفي عرض هو الذي رأى ترفض أن نقتل قيمة الموت أيضاً.